كيفاش الجو هنايا؟ واش مزيان ولا اش غادي نقول لك؟ ماشي كيما الاول. الاول كان اتمنى ديال 260 240 كان الناس كيتقدروا، هنا دابا شويه اصعب بزاف. والمسؤولين هنايا في هاد البلاصه ديال سيدي علاء التازي واش مديرين الخدمه ديالهم ولا شويه الشباب؟ اش غادي نقول لك؟ شويه ما عندناش هنا دابا شي معامير ولا لا والو ما عندناش. انا كاين بزاف المساجد غير الموقف ديال هاد ياك. وشنو خاص يديروا هنا المسؤولين؟ خاصهم يديروا بزاف. انا كون جابوا ما كانوش خاص يديروا لنا شي مشاريع هنا اللي غادي يستافدوا منهم الشباب. علاش شنو كان القلب بغينا حنا؟ علاش مثلا؟ راه يخدموا بها الشباب، نديروا المسائل راه يخدموا بها الشباب يديروها. وانا واش تسمعي هاي؟ واش كاين هنا الطرقات مزيانه، الطريق مزيانه هنا، السبيطارات وداك الشيء ولا كاين نقص؟ خاصنا السبيطار واحد. خاصنا السبيطار حتى الدكاتره يوليو الناس تكون فتح هنا، يكون كل شيء هنا. مستعجلات ما كاينش. كاين عندنا على اللي فين شي ولدوا الناس صافي، ولدوا الناس صافي. ايوا هادو المعامل اللي كاين هنا. وهنا الدراري بزاف ما خدامينش. الشباب هنا راه جيت غاتسولف فين يخدم. هنا خويا كنشوفوا شي ناس يعانيو، كاين اللي خاصها تضرب مثلا 5 كورميط ولا 6 كورميط باش تجيب بيكالا باش تخدم هنايا في الموقف، غيصور واحد 70 ديال الدرهم. والخدمة قليلة شوية، نهار يخرج نهار ما يخرج، يقدر يخرج يومين في السيمانة ولا 3 أيام. حنا من خلاصة القول كنطلبوا شي حاجة اللي نخدموا فيها، شي وزينات شي هادي باش بنادم يلقى فين يخدم. كاين بزاف ديال الشباب تيعاني، منا شيعاني تيعاني النهار كامل مريح في القهوة هادي، علاش؟ ما كايناش البديل، وكان البديل فين غادي يخدم ما غاديش يبقى مريح. هادشي اللي كاين الخوت ديالي. وبالنسبة ل يعني حتى البنية التحتية هنا حتى حاجة مو موفرة كتبان لي. دابا انت كتشوف دابا مثلا المارشي انت كتشوف الحالة. فهمتي؟ مثلا الإصلاحات كاينة شوية الإصلاحات، ولكن ثقيلة شوية الإصلاحات. فهمتي؟ الشباب بزاف مضرب. الشباب مضروب بزاف. أنا اللي كنقول خلاصة القول ديالي هي الشباب راه ما لاقيش خدمة. راه خاصو فين يخدم. حنا اللي كنطالبوا بنادم يدير لنا شي وزيناش ولا شي لعيبه فين يخدم بنادم. نهار راه شوف بعدا نهار على نهار، واخا تكون صالير قليل المهم خدام نهار على نهار، ماشي ايام مريح. ودور شوف اخويا وغادي تلقى ناس غير مريحه في القهوه، اكثر ايام مريحه في القهوه. شكرا الله. بغيتك تعاود لينا شنو هما المشاكل الحقيقيه اللي كتعانيو منها جماعه ديال سيدي علال التازي؟ كاين سيدي علال التازي بزاف الحوايج، يعني الخدمه ما كاينش بزاف الحوايج ناقصين، كاين نقص بزاف، يعني كاين نقص بزاف هنايا في سيدي علال التازي، الخدمه ما كاينش، المواطن عيقال، تشتي بزاف، كاين بزاف الحاجات اللي بالنسبه للمستشفيات والسبيطارات واش كاينين ولا والو؟ السبيطار والو، ما كاين لا سبيطار لا والو، انا براسي مشيت للسبيطار وقلت ما كاينش اللي يتسوق لي كاع، كاين العساف قال لك اودي سير حتى الاثنين ولا الثلاثه عادي يمكن يجي. ما كيستجوش معاكم؟ ما كيطلبوش؟ ما هضروش معانا كاع نهائيا، مكتوب كاع الطبيب واش كاين ولا ما كاينش. ما تيكونش تما؟ ما كيكونش تما كاع نهائيا، انا مشيت طرات ولا ثلاثه كيقول سير حتى الاثنين ورجع. اثنين كنمشي ما كنلقى والو عاود نفس المشكل. وبالنسبه للمشاكل ديال الطرق واش كتلقاو مشاكل؟ الطرق راه ما كاين ترفسين بزاف، ما كاين لا طريق لا والو، ما كاين لا طريق لا والو، الطريق ما كايناش كاع نهائيا. بالنسبه لايام الشتاء ولادنا مقرفين. خويا اش نقول لك؟ خاصنا اللي خاصنا راه كيدار الجميع، خاصنا الاصلاحات بحال دابا انت كتشوف مثلا، يعني الا دورت الكاميرا تشوف مثلا الزبال وهادشي اللي كاين هنا، خاصنا الاصلاحات باش يعني بنادم تلاجا الانسان بلانيه.